هلا الفكرة اللي عجبتني كثير هي قانون الجذب، لأنه فعلاً في وجود حدا بحط فكرة إيجابية براسه وبيجذبها وبيشتغل عليها، بيكون أول شيء مهم فيها إن هي حتصير فعلاً رح تجي لعنده. وأهم شيء بقانون الجذب إن إحنا ما نجذب الأفكار السلبية لإلنا أو الأشخاص السلبيين، يعني نستعمل قانون الجذب بشغلات بس الإيجابية والأشخاص الإيجابيين كمان. أنا قيمة الحمصة. هلا الأشياء اللي يعني اللي عجبتني بالدورة هي التقليد، بس اللي استعملته بحياتي هو التخيل. أنا في فترة صارت صلاة الفجر تروح علي وما في يعني ما منبه، قام قبل ما أنام تخيلت حالي إنه أنا غنيت الساعة وفقت وقمت توضيت وصليت وبعدين نمت، يعني وأنا متأكدة إنه أنا عن جد حفيق، وفعلا يعني يومي بصير دائما في على الصلاة. أنا مع الأشياء والمشاكل بطريقة إيجابية، مثلا وقت يكون أخواتي يفوتوا عندي على الأوضة وأنا ما أبي يفوتوا، عندي حلين، يا أتخانق مع عمي مشان يطلعوا، يا بلعبهم وعلى أساس لعبهم لعبة وأنا بستفيد منها بخليهم برا الأوضة وأنا بضل قاعد جوا، فقلت لهم إنه على أساس أنتوا حرص مشي هاي. استخدمت أي طريقة تبع أمك ولا تبعك؟ حلو، كثير حلو، شكرا لكم. ناني ناصر، أنا صار فكري يتحول من سلبي لإيجابي، وصرت أتعامل مع المشاكل يعني أخذها بطرف إيجابي وبس. حلو، برافو. مسار الخياط، صرت أتعامل مع المواضيع بطريقة إيجابية، مثلا كنت أتخانق كثير مع أحيان، هلا صرت أحتويه واستوعبه، حتى ما عاد عصبت كثير وما عاد تضايقت أكثر وصرت ما أتخانق كثير عن أمي، هيك يعني كثير حلو، شكرا لك. أنا استفدت بهيك الدورة كثير هو خطط مرسيدس، أولا لأنه التفكير صار عندي على أحسن، صرت أفكر بطريقتين، يعني يا أما يكون عندي أنا سبيلين، بس سبيل مثلا أتخانق أنا وأمي مثلا بنشتغل على الفريق، أما سبيل إنه هو خلي الحال هو إلي. نعم. عصرتي لا ما طبعا حلو كثير. انا يحب كان عندي مشكله مثلا اكون عم بخلص شيء اكون عم بركز على شيء تجيني افكار كثير، ما بقدر مثلا اسيطر على حالي بصير بالشغل، انا عم بسوي شغله بصير بالشغل، شغله الافكار تبع التامل وقت نسوي بنرحب بالافكار بالاول، بعدين مثلا من الاربع ساعات صارت تعاليمها صارت تنفهم كثير، حتى بحفظ القران وبصير احفظ صار اسرع تنحفظ معي الصف 5 سنة والوقت ياخذ معي اسرع. حلو.